الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم عن الفار، وانا عايز اقول حاجه بمناسبه الفار. الفار اصلا مش وجهه نظر، الفار مش عمليه تقديريه. الفار انت قدامك صوره والصوره باينه يا يا لا، ده حتى لما تجاب الخطوط بان ان الكره مش اوفسايد. طب انت خدت قرار بناء على ايه؟ يعني ده دي مش تقديريه، دي مش حاجه تقديريه راجعه لك. وايه كل الوقت ده كمان؟ لا سيبك من الوقت، ماشي، هو عشان يتاكد بنسبه 100% مليون المية، انما انت اصلا العمليه دي مش عمليه تقديريه بالنسبه لك ولا وجهه نظرك. امال احنا عاملين الفار ليه؟ يبقى انت يعني انا عايز اعرف ايه الفرق بينك وبين حكم المباراه؟ اللي على الفار ده ايه الفرق بينه وبين حكم المباراه اللي جوه الملعب؟ حاجه تانية كمان، يمكن الكابتن سيد تناسى او نسي وما رضيش يكمل كلامه على حكم المباراه نفسه. حكم المباراه في اوقات كتير جدا كان مهزوز في الملعب. حكم المباراه كان في اوقات كتير جدا مستفز للعيبه النادي الاهلي. مش مهزوز بس. الكوره اللي خد فيها محمد الشناوي انذار، ده لانه الحكم استفز محمد الشناوي، لان كانت اصلا هاند بول على فريق سيراميكا وكان لازم اللعيب ياخد كارت اصفر، ولكن محمد الشناوي الوضع الطبيعي ان انا كلاعب عايز حقي في الملعب، انت مش مديني حقي، فانت كمان جاي عليا، وانت اللي خليتني، انت اللي استفزتني وانت اللي اثرتني وخليتني اطلع بالكلام ده، وبعدين جاي تديني انذار.